جددت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب إدانتها للعدوان السعودي وعملائه وتمسكها بقرارات الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ولجنته بحق أعوان العدوان الفارين في الرياض، كما جددت تأييدها ودعمها للجيش في تصديه للعدوان السعودي ومرتزقته في الداخل، وحيت صمود الشعب اليمني وثباته في وجه العدوان على مدى 8 أشهر. وللحديث